بدر المضيان رئيس المركز التجاري للتسويق الدولي. اليوم احنا حاضرين في واحد الندوة اللي دارها المركز المغربي لتأهيل التعاونيات بشراكة مع المركز التجاري للتسويق الدولي، وكان الموضوع اللي يخص المركز التجاري للتسويق الدولي هو تصدير المنتوجات المغربية في دول الخليج بشكل خاص وفي دول العالم، 80 دولة في العالم، وطرق ووسائل التسويق الحديثة المتطورة التي تحقق الأهداف المرجوة للشركات وللتعاونيات التي عندها منتوجات في مختلف الأنواع. معروف بأن التسويق في الوقت الحاضر تطور إلى واحد درجة كبيرة باستخدام المنصات الإلكترونية. أصبح الآن التسويق عن طريق المنصات الإلكترونية يحقق الهدف بسرعة فائقة، وتصل المعلومات والمنتوجات للشركات المستوردة اللي تقلب على المنتوجات في جميع مختلف الأنشطة ومن أكثر من دولة. محمد جيلو، رئيس المركز المغربي لتأهيل التعاونيات. احنا اليوم في يوم دراسي حول التسويق الدولي للمنتوجات المغربية اللي يشمل دورة تكوينية في الفترة الصباحية حول آليات أو تقنية التسويق الدولي ومساطر التصدير. وفي الأمسية كانت عندنا ندوة مهمة حول أفاق وفرص التصدير للمقاولات المغربية. الهدف من هذا اليوم الدراسي هو نفتح أعين المقاولات الصغيرة خاصة التعاونيات المجال ديال التسويق الدولي، ونفتح اليوم الباب أنهم حتى هما خصهم يخدموا على تسويق المنتوجات ديالهم على المصعيد الدولي من خلال يعني الدورة التكوينية اللي درنا باش وضحنا بزاف ديال الطرق باش نقدروا نسوقوا المنتوجات ديالنا، ومن خلال التوضيحات اللي كانت في سواء في الدورة التكوينية أو في الندوة حول المساطر القانونية والإدارية اللي خاص تقوم بها أي مؤسسة أو أي مقاولة مهتمة بتصدير المنتوجات ديالها خارج المغرب.